ايه فيديو النهارده ورسمه النهارده رسمه جميله جدا وفي نفس الوقت سهله جدا. ارسلوا معايا رسمه وبعتوا لي رسمه على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. النفع سر للسعاده طابا، كن نافعا فالله يفتح بابا. فيديو جديد ورسمه جديده. فيديو النهارده ورسمه النهارده لو انا قلت لكم فعلا ان هي من اجمل الرسومات مش هتصدقوني. رسمه جميله جدا جدا جدا. هاتوا ورقه وقلم حالا وابداوا ارسموا معايا. زي ما انتم شايفين عملت خط بالعرض وبعد كده بدات اعمل خط بالطول ولكن مايل لناحيه الشمال، وخط من الشمال مايل لناحيه اليمين عشان يدينا شكل المثلث. رسمه جميله جدا جدا جدا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان نوصل 14000 مشترك في اسرع وقت. حطوا لايك وشاروا الفيديو في كل مكان، شاروا الفيديو في كل حته. لو تعرف حد بيحب الرسمه ونفسه يتعلم الرسمه فابعت له الفيديو وقول له درغام ارت بيقول لك يلا نرسم مع بعض. زي ما انتم شايفين عملت شكل دايره اهو. الدايره دي طبعا هنحطها في الخط بتاع المثلث من ناحيه اليمين فوق، وهنمسح الخط بتاع المثلث، فالدايره هتبقى زي كانها فوق المثلث. طبعا بمسح بسهوله جدا لان انا مخطط تخطيط خفيف مش متقل ايدي. تخطيط خفيف بيساعدنا ان احنا نعمل تعديل على التخطيط بتاعنا بسهوله من غير ما يبقى في اي اثر على الورقه. زي ما انتم شايفين طلعت خط كده مايل ناحيه الشمال، بعد كده نزلت تاني وعامل خط تاني لفوق وانزل على الجنب التاني يدينا شكل الجبل. عاملين جبلين زي ما انتم شايفين، بعد كده نزلت بخط الطول من نص الجبل يدينا شكل التكسير بتاع الجبل، وهيدينا الوجهين بتوع الجبل، وجه اليمين والوجه الشمال، او هيدينا شكل 3 دي او ثلاثي الابعاد للجبل. نقدر نعمل منه الظل والنور. خلي بالكم ان الظل والنور دي من اكتر الحاجات اللي بتدي واقعيه للرسمه، فلازم نتقنها. وهتشوفوا النهارده تريكات مهمة جدا وقوية جدا عن التظليل، لازم تشوفوها وتتابعوها لانها قوية جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين طلعت زي مية كده او نهر او بحر من الجبلين، من نص الجبلين مايل لناحية اليمين بعد كده لناحية الشمال، وطلعته برضو طالع من المثلث زي ما انتم شايفين. هبدأ دلوقتي من تحت كده اعمل برضو شكل زي تحت المية او تحت النهر او تحت البحر، ده عبارة عن صخرة. وعملت برضو الخط اللي بالطول اللي من نص الجبل بيقسم الجبل بالنص عشان نعمل شكل الظل والنور، المهم جدا في ان احنا نعمل الواقعية بتاعت الرسمة. طبعا دي طبيعة بالرصاص، فعملنا رسومات كتير جدا جدا طبيعة بالرصاص، عملنا كمية رسومات ما تتوقعوهاش ما تتخيلوهاش، هتلاقوها في قائمة التشغيل اللي موجودة في القناة باسم الرسمة الطبيعة بالرصاص. فاشترك في القناة واكتب لي رايك في الكومنتات وحط لايك وروح شوف برضو باقي الفيديوهات. طبعا هنخش في مرحلة التظليل، ولكن مرحلة التظليل ما تبدأوش فيها الا ما تأكدوا ان انتوا خلصتوا التخطيط. طبعا عملنا حمامتين او عصفورتين عبارة عن مثلث ولكن منفرج ويكون مش مقفول من فوق. زي ما انتم شايفين اهو الصخرة بالطريقة دي عبارة عن تظليل خفيف جدا، مخفف ايدي في التظليل عشان تدينا المنظر الجميل ده زي ما انتم شايفين. وبكمل التكملة بتاعتها اللي من جنب البحر من الناحية التانية، تكملة صغيرة جدا زي ما انتم شايفين. وكده يبقى عملنا اول حاجة اللي هي الصخرة. هنخش بقى في تظليل الجبل، وخلي بالكم من تظليل الجبل عشان في حاجة مهمة جدا جدا. عملنا التظليل بالطريقة دي، طبعا التظليل عبارة عن خطوط مايلة مع الجبل. خلي بالكم ان التظليل من اهم الحاجات فيه برضو ان احنا نمشي بالخطوط اللي ماشية مع الحاجة اللي احنا بنظللها. يعني الجبل ده من ناحية الشمال اهو الخطوط بتاعته مايلة لناحية الشمال زي ما هو عامل، فزي ما انتم شايفين التظليل بتاعنا عبارة عن خطوط كده مايلة زي ما هو ماشي. زي ما انتم شايفين مظللين من عند الخط اللي في النص، تظليل تقيل وكل ما بننزل لتحت كل ما التظليل بيخف، فهو ده التظليل ان احنا بنعمل حتة تقيلة وحتة اخف 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 لحد ما نوصل لاخف درجة زي ما انتم شايفين. كده احنا عملنا التظليل من ناحية الشمال، ومن ناحية اليمين بقى نخش نعمل التظليل الخفيف بتاعنا عشان الشمس جاية من ناحية اليمين. لازم نبقى اذكياء في الحتة دي ان احنا نشوف يعني ايه نتوقع مكان للشمس او نفرض مكان للشمس، وده هيدينا شكل التأثير بتاع الشمس. نفرض مكان للشمس فهنعرف ايه الحتة المعرضة للشمس فهنخلي التظليل بتاعها خفيف، وايه الحتة اللي مش معرضة للشمس ومعرضة للظل فالحتة دي هيبقى التظليل بتاعها تقيل او هنتقل ايدينا واحنا بنظلل. فزي ما انتم شايفين برضو الجنب الشمال من الجبل اللي على الشمال هعمله برضو تظليل تقيل شوية زي ما انتم شايفين من عند الخط اللي في النص تظليل تقيل، وكل ما ننزل كل ما التظليل بيخف. طبعا
سيحت التظليل بايدي تقدروا تسيحوا التظليل او تدمجوا التظليل بالايد او بالمنديل او باعواد القطن اللي هي بتاعت الاذن او الودان، وممكن برضو بقلم الدمج او التسيح ممكن بفرشة، ولكن افضل يا اما بالايد يا اما بالمنديل يا اما بقلم الدمج او التسيح. زي ما انتم شايفين بخطط الجبل برضو، عشان تخطيط الجبل من اهم الحاجات برضو اللي هتدينا شكل واقعي وشكل قوي وشكل مريح للعين، شكل عرف العين فين التفاصيل، فين الجبل، فين اوله فين اخره. زي ما انتم شايفين بخطط اي حاجة انا خلصتها بخططها، وطبعا زي ما بقول لكم دايما التخطيط ده خليكم اعملوه لما تكونوا متأكدين ان انتم خلاص خلصتوا الجزء اللي انتم ظللتوه. زي ما انتم شايفين اهو هكمل التخطيط لفوق وهبدأ اخطط الدايرة بتاعت الشمس. طبعا الدايرة دي احنا هنسيبها باللون الابيض. رسمة جميلة قوي وفي نفس الوقت فيها شوية تفاصيل وتركات جميلة جدا جدا، قلنا منها شوية ولسه مكملين ابطال. ارسموا الرسمة وابعتولي رسمة على حسابي على الانستجرام وعلى الفيسبوك، الرابط في صندوق الوصف. الحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي درغام ارت بالانجليزي ونفس شعار القناة. متنسوش تابعوني عليهم وتابعوني على ثريدز وعلى التيك توك وعلى قناة الشورتس درغام شورتس، وهتلاقوا الروابط في صندوق الوصف. والحسابات بنفس اسم القناة بالانجليزي درغام ارت بالانجليزي ونفس شعار القناة. طبعا اللي عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه في اسرع وقت، هرد عليك اول ما تحط الكومنت، فاكتب كومنت جميل زيك او اسأل اي سؤال وهتلاقيني رديت عليك على طول. ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة حالا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل 14000 مشترك في اسرع وقت. اي موضوع تحب ترسم عنه دلوقتي بعدين 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 هتلاقي الرسمة موجودة على قناة درغام ارت. جبت اللون السماوي زي ما انت شايفين بس ندي منظر او ندي لمسة كده بسيطة، ولونت بيه الجزء بتاع المية ده وخططته بعد ما لونته بالطريقة دي بالقلم الرصاص. حد هيقول لي طب ايه، طب ازاي احنا عاملين رسمة بالرصاص واستخدمنا فيها الالوان الخشب؟ يا حبيبي بص احنا بنعمل كده بس عشان ندي منظر مش اكتر، ندي شكل جمالي للرسمة. انت ما عندكش الوان خلاص عادي جدا، الموضوع بسيط وسهل جدا جدا جدا. ظلل المية بالقلم الرصاص، ظللها تظليل خفيف برضو هنبقى خلصنا الموضوع. ولكن انا حبيت اغير، بدل ما احنا عملنا رسومات كتير جدا بالقلم الرصاص فقلت خليني اضيف لمسة كده من الالوان الخشب تدي منظر احلى. زي ما انتم شايفين مش انتم مش ملاحظين يعني ان هي مديه منظر اجمل. فدي كانت رسمة النهارده، مستني رايكم في الكومنتات وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اشتركوا في القناه، اللايك حاجه بسيطه ولكن تفرق، شيروا الفيديو في كل مكان وفي كل حته عشان نبقى المرجع الاول للرسام العربي. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه. سلام سلام عليكم محيي بابنا يا كرام.